بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يسددنا في القول والعمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأن يجعله شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل من جوار الكعبة الشريفة ومن مسجد الكعبة، نلتقي بكم في هذه المدارسة لآيات من كتاب ربنا عز وجل ومن السورة العظيمة المباركة سورة آل عمران. وقوفنا في هذا الدرس تكملة لما سبق من لقاءات. هذا القرآن العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى كتاب هدى، وبين أن هذه هي رسالة هذا الكتاب وهي وظيفته بالنسبة للإنسان، فالكتاب هدى والإنسان محتاج إلى الهدى، ولذلك هذا الاحتياج لا ينقطع لا باعتبار الفرد، ففي كل أوقاته هو محتاج إلى الهدى، وفي كل أحواله هو محتاج إلى الهدى، فلا غنى له عن الهدى. وكذلك باعتبار المجموع، فالناس كلهم محتاجون إلى الهدى، ولهذا كان أوجب دعاء على الإنسان هو طلب الهدى، ولذلك جاء هذا الدعاء منفردا في قلب سورة الفاتحة، السورة العظيمة السبع المثاني سورة الفاتحة، جاء في قلبها هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، لأن الله هو الهادي وأن الهدى هدى الله، وأنه من هداه الله عز وجل فهو المهتدي، ولأن كل طريق يوصل إلى الهدى فإنما يكون من عند الهادي سبحانه وتعالى. فلذلك من وعى هذه الحقيقة العظيمة فإنه لا يفتر من طلب الدعاء من ربه عز وجل، فهو يدعو به. والله عز وجل رحمة ومنة بهذا العبد المسلم المؤمن الذي يحتاج الهدى كما قلت في كل أحواله وفي كل أوقاته، فلذلك جعل طلب الهدى آية من سورة الفاتحة التي أوجب الله سبحانه وتعالى قراءتها في كل ركعة من صلاة الإنسان. ولو كان هناك دعاء أوجب على الإنسان وأعظم أثرا وأهم بالنسبة للإنسان
لذكر في سورة الفاتحة، حيث أمر الإنسان بتكرارها في اليوم بهذا العدد بحسب عدد ركعات الصلوات الخمس، ثم أيضا يزداد طلب الدعاء بقدر ما يزيد الإنسان من النوافل، قدر ما يزيد الإنسان من النوافل. وهذا الهدى الذي جاء به هذا الكتاب الكريم، لأن الله عز وجل أخبر أن الكتاب هدى، فإذا تأملنا في كتاب ربنا عز وجل فنجد أن هذا الهدى كما تكرر ذلك ووقفنا معه، وحقيقة نحتاج أن نكرره على أنفسنا، لأن هذا أعظم ما في الكتاب. فإن محور الهدى في القرآن العظيم والخيط الناظم لكل مفردات الهدى في القرآن العظيم إنما هو العلم بالله سبحانه وتعالى، هذا الأصل الكبير الذي من فتح الله عز وجل عليه به وانطلق في إصلاح نفسه من هذا الأصل العظيم وهو العلم بالله جل جلاله، فإنه يكون قد وضع نفسه على الصراط المستقيم، وأنه دخل على هذا الأمر من بابه الصحيح، علمه بالله سبحانه وتعالى. وهنا قضية حقيقة أيضا في هذا الباب وفي هذا الأصل نحتاج أن نتأملها، لماذا كان قضية العلم بالله هي الأساس الذي يدور عليه كل مفردات الهدى، وكذلك هو الأساس فيما يحتاجه الإنسان من الهدى. الإنسان ضعيف، الإنسان مخلوق ضعيف، كما قال الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا، ومع أنه ضعيف فإنه فيه من الرغبة والطموح ما يريد أن يسعى ليحوز أكبر قدر من المنافع لنفسه، وأن يدفع عن نفسه المضار، ولذلك هو يشعر بأنه بحاجة إلى عظيم، إلى قوي، إلى قادر يستند إليه في تحقيق منافعه وفي دفع مضاره. فإذا هو جانب الضعف يدركه، ثم دافع الغريزة في تحصيل المنافع يدفعه ويحركه نحو هذا الأمر، ودافع الغريزة في دفع المضار يحركه نحو ذلك، ولذلك وما حاز من المنافع فإنه يخاف أن تسلب منه، فلذلك هو يطلب سندا ويطلب ركنا مكينا يعتمد عليه في تحصيل منافعه، يعتمد عليه في حفظ ما تحقق له من منافع، يعتمد عليه في دفع المضار التي تتجه نحوه. فنجد أن القرآن العظيم أو الهدى الذي جاءنا من عند الله من أكبر القضايا التي تعرض فيه لصلاح هذا الإنسان أنه يحقق له إشباع في هذه الحاجة، حاجته إلى القوي الذي يعينه على تحقيق المنافع، يعينه في الحفاظ على ما تحقق له من مصالح، يعينه في دفع المضار. فلذلك
الله سبحانه وتعالى عرف بذاته العلي في الهدى الذي جاءنا من عنده من خلال أسمائه وصفاته ومن خلال مفعولاته في هذا الكون العظيم، ليكون من أعظم الثمار لهذا الأمر تحقيق هذا الإشباع لهذا الإنسان في هذا الجانب، فيشعر الإنسان الضعيف الذي يحتاج إلى من يدفع عنه ظلم الظالم إلى قوي، فالله هو القوي، ويشعر عند القلة أنه محتاج إلى غني فيعطيه، فالله هو الغني، ويشعر عند الفقر أنه بحاجة إلى من يملك رزقا فيعطيه، الله هو الرزاق، ويشعر عند جفوة من حوله يشعر بحاجة إلى الرحمة، والله عز وجل هو الرحيم، بل هو رحمن الدنيا والآخرة. إذن هذا الاحتياج إلى من له القدرة المطلقة في كل ما يحقق للإنسان هذه المصالح، فيأتي القرآن ويعرف بهذا الرب العظيم، يعرف هذا الإنسان ويعرفه من خلال أسمائه وصفاته ومفعولاته بما يجعل هذا المتدبر لوحي الله عز وجل يجد أن حاجته إنما هي في هذا القوي العظيم سبحانه وتعالى. بل إن كمال التعريف بما لله من صفات الكمال والأسماء الحسنى والأفعال الجليلة الجميلة في هذا الكون تجعل الإنسان يدرك أن كل ما سوى الله ليس له قدرة في أن يحقق أدنى الأشياء منفردا عن أمر الله وتدبيره سبحانه وتعالى. فلذلك إذا نظرنا إلى هذا الهدى فإننا نجد هذا الأصل العظيم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بما يغذي هذا الإنسان ويغطي عنده هذا الاحتياج. لذلك لا أحد أكثر طمأنينة من المؤمن الذي عرف ربه، ولا أحد أكثر ثقة بموعود الله من هذا المؤمن، ولا أحد أرضى بما هو فيه، ولا أحد أكثر طموحا من هذا المؤمن، ولا أحد أكثر أمل مهما ضاقت على الإنسان المؤمن الأمور وادلهمت عليه الخطوب، إلا أن ما في قلبه من العلم بالله عز وجل، العلم الذي به أدرك أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فلذلك تجده من أكثر الناس أملا في أوقات الخطوب والشدائد، ولا يمكن أن يدانيه غيره. فإذا هذا الكتاب جاء بهذا الأصل، ثم ماذا؟ ثم أن الله سبحانه وتعالى الكريم الرحيم الذي كرم الإنسان، وهو الرب جل جلاله الذي تكفل بحاجة هذا الإنسان، وخصوصا إذا ما لجأ إليه واستعان به ودعاه وطلبه، فالله عز وجل كما جاء في الحديث: إن الله يستحي إذا رفع إليه العبد يده بالدعاء أن يردها عليه صفرا دون أن يجيبه الله. فالرب عظيم والرب كريم والرب مجيب جل جلاله. فلذلك الله جل جلاله جعل هذا الأمر العظيم هو الذي
قام عليه مفهوم التوحيد، قام عليه مفهوم التوحيد، أن هذا الرب العظيم الجليل القوي القادر جل جلاله هو الذي يستحق أن يعبد. ومن أعظم ما يعبد به هذا الرب جل جلاله أن ندعوه، فالدعاء أصل عظيم وطريق كبير جليل ومحور رئيس في مفهوم العبودية لله عز وجل، في مفهوم العبودية لله عز وجل، أن ندعو الله وأن لا نسأل إلا الله. فلذلك هذا الأمر الذي به خلق الله هذا الإنسان إذن بهذا الضعف، ثم خلقه بتلك الغريزة الدافعة نحو الطلب، نحو الجمع ونحو تحصيل المنافع، ثم بين له أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فعرفه بذاته العلية وأن له الكمال المطلق في كل ما ذكر الله عز وجل عن ذاته من أسماء وصفات، فهي تدل على الكمال والكمال المطلق. فالله عز وجل له الكمال المطلق في علمه، وله الكمال المطلق في رحمته، وله الكمال المطلق في قوته، وله الكمال المطلق في ملكه، وله الكمال المطلق في قهره، وله الكمال المطلق جل جلاله في كل ما أخبر عنه عن ذاته سبحانه وتعالى. ثم أن الله سبحانه وتعالى في إبلاغ الإنسان بهذا الأمر العظيم، إبلاغ الإنسان بهذا الأمر العظيم، اختار له صفوة من البشر، اختارهم جل جلاله واصطفاهم، ومن أعظم صفاتهم الأمانة، فهم أمناء، أمناء على وحي الله. فلذلك لا يختار الله لرسالته من يكون خائنا للأمانة. لذلك قال الله عز وجل: والله أعلم حيث يجعل رسالته، فيصطفي. وهذا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عرفه قومه قبل أن يبعث بأي وصف بأي خلق بالأمانة، فكان يعرف بالأمين، وجبريل الذي يبلغ ذلك بماذا عرف بين ملائكة السماء؟ بالأمين، بالأمين. ثم هذا التحمل لهذا الأمر، ماذا يحتاج عند الناس؟ الأمانة. ولقد عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فهذا الوحي أمانة، أمانة، ومن تحمله فيحتاج أن يؤدي الأمانة. وهنا تأتي المسؤولية، لكي يؤدي الإنسان ما تحمله بأمانة، بأمانة. والله عز وجل كرم الإنسان، ومن تكريمه أنه خلقه على تلك الخلقة العظيمة المهيئة لأن يحمل هذه الأمانة، وهي خلقة لم تخلق عليها لا السماوات ولا الأرض ولا بقية المخلوقات من الحيوانات، وإنما خلق هذا المخلوق المكرم مهيئاً لحمل هذه الأمانة، فكان هذا من تكريم الله عز وجل له. فلذلك كان المبدأ الذي عرض عليه تكليف الإنسان بوحي السماء
مبني على مبدأ الاستخلاف، إني جاعل في الأرض خليفة، والاستخلاف مبني على ماذا؟ على تكريم الإنسان الذي خلقه الله على خلقة مهيئة لحمل هذه الأمانة. فلذلك الإنسان المؤمن الذي يقرأ كتاب الله بوعي، فهو يدرك أن الله الذي كرمه فخلقه بهذه الخلقة المميزة، فلذلك خلقه الله عز وجل كما أخبر: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فخلقه مهيئا لحمل هذه الرسالة، لذلك أعطاه هذا العقل، هذه الآية المبهرة، هذه المعجزة التي أعطاها الله عز وجل لمخلوقه المكرم الإنسان، والتي بها يميز الأشياء ويدرك حقائقها ويدرك ما فيها من النفع والضر، وأن عنده القوة أن يستخدم هذه الأداة في هذا الأمر، وأنه يحتاج النور الذي يجتمع مع تلك القدرة حتى يزن الأشياء بميزان الحق والعدل. فلذلك تحميل الإنسان هذه الأمانة إذن هو مبني على تكريم، وقوام التكريم أنه خلق مهيئا لحمل هذا الأمر، ثم على مبدأ الاستخلاف: إني جاعل في الأرض خليفة. فإذن عندما يتعامل الإنسان أنه كلف بهذا الأمر بهذا الفهم، فإذن هو يعتبر أن هذا يعني يتعامل معه على أن هذا تكريم من الله، وأنه ينبغي أن يتعامل معه بهذه المسؤولية، ثم أن الله سبحانه وتعالى أعانه على تحقيق ذلك، وأن يعمل بما جاء به في وحي الله جل جلاله، بأن جعل من البشر صفوة، كما أنهم يبلغون فهم ماذا؟ فهم يطبقون، وليس فقط أنه يبلغ، بل هو يمتثل ذلك الأمر ويطبق ذاك الأمر بعناية الله وبتوفيق الله وبهداية الله، ليكون بعد ذلك هذا النبي المصطفى يكون لك قدوة وأسوة. وهذا شأن جميع الأنبياء لأممهم، فإذن هم يبلغون ذاك الأمر، وهم أمناء يبلغون كما أمرهم الله، وهم حكماء، فإنهم يخاطبون ويبينون ما جاءهم من الكتاب بما يطيق هذا الإنسان المخاطب، ثم هم يطبقون ويظهرون للناس ويخالطون الناس ليكونوا هم القدوة والأسوة، وهكذا أرادهم الله. إذن هم بين البلاغ وبين العمل والتطبيق، وأننا نجلهم ونقدرهم حيث قاموا بهذا الدور الذي أمرهم الله، نجلهم لأن الله اصطفاهم واختارهم، وأن الاصطفاء والاختيار دل على الأمانة ودل على التقوى ودل على القيام بهذا الأمر تطبيقا كما يريده الله جل جلاله، فلذلك هذا حقهم علينا من الاحترام والإجلال، ومن الطاعة والاتباع والاقتداء. وفي حق رسولنا صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم جاء ذلك في الكتاب بهذه الصورة بهذا الوضوح، فالله عز وجل أمره وبلغه
وأنه هو رسول الله، وبين له الغاية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأنه أمر بالبلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وأن الله أمره بالعمل والتطبيق، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثم وجه الخطاب لنا أن نوقره، ووجه الخطاب لنا أن نتأسى به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأمرنا بالطاعة له صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن هذا الهدى أشبع عندنا تلك الحاجة إلى السند القوي، وإلى من له القوة المطلقة، وهكذا في كل ميدان يحتاجه الإنسان فله الأمر المطلق فيه، وتبين لنا أن ذلك هو الله جل جلاله، وأن الرسول مبلغ، ومن البلاغ الذي جاء به أنه عرفنا بهذا الرب العظيم وبما له من الحق. فلذلك إذن يصبح دور النبي هو أن يعيد الناس إلى الله، وأن يبين لهم أن هذا الرب العظيم الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، كل ما تحتاجون إليه فهو سندكم في ذلك، وأن إنعامه وعطاءه جل جلاله يحيط بهذا الإنسان من كل وجه، فما من نعمة يتقلب في هذا الإنسان إلا وهي من عند الله، فحتى تبقى فلا بد أن يرضى عنك، وحتى تزيد فلا بد أن تطلب منه. وهنا يتجه الإنسان نحو حق هذا الرب العظيم على العبد بعد أن عرف أنه المنعم وأنه القوي وأنه المالك، إذن هو الذي يستحق أن يعبد، يعبد لما له من صفات الجلال والكمال، يعبد لما كان منه من سابق الإنعام، يعبد لما يحتاج الإنسان أن يحفظ ما هو فيه من نعم، يعبد لما يحتاج الإنسان من مزيد صلاح، يعبد لأنه أمر وحقه أن يطاع. إذن النبي أعظم ما يقوم به هو أن يبلغ ذلك للناس، وأن يعينهم في أن يحققوا هذا الأمر على أحسن طريق، وأن ذلك بالبيان وبالعمل والتطبيق، وبالعمل والتطبيق. فلذلك هل نتخيل والأمر بهذه الكيفية، أن هذا النبي الذي اختاره الله واصطفاه الله وأعطاه الله الكتاب وآتاه الحكمة وفضله لينقل ذلك للناس، ويبدأ ويعلمهم ويقول لهم هذا من عند الله، ثم بعد ذلك يقول لهم اعبدوني من دون الله، هل العقل السليم يقبل والأمر بهذه الصورة والدين بهذه الصورة؟ لأن النبي يقول هذا وحي من عند الله، وهذا الكتاب من عند الله، وأنه يخبر عن نفسه أنه رسول الله، فهل يأتي هذا النبي ليقول للناس اعبدوني من دون الله؟ وهل العقل يقبل؟ فهنا هذا الأمر حقيقة، والإنسان وهو ينظر إلى كتاب الله ويدرك مثل هذه
الأمور، فإن الله عز وجل لما أخبر عما فعله أهل الكتاب من التحريف ومن التغيير ومن التبديل، كما قال الله: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فيخبر الله أن هناك فئة من أهل الكتاب لم تكن أمينة كما كان الأنبياء هم أمناء، لم يكونوا أمناء على أموال الناس، وكذلك لم يكونوا أمناء على دين الناس، لم يكونوا على طريق أنبيائهم. فماذا فعلوا؟ فعلوا ما ذكر الله هنا وفي البقرة مر معنا، وفي سور أخرى مر معنا، وهو يحرفون الكلمة عن مواضعه، التبديل والتغيير. وتبين لنا في درسنا الماضي الصور التي وردت وذكرها العلماء في تفسير اللي هنا بالألسن، هل هو تغيير الكلمة ونطقها بما يغير المعنى، أو هو حذف كلمات وإيجاد البديل، أو هو في تفسير الكلمة بغير المراد؟ والجواب أن ذلك كله حدث. ثم أن ما وصلوا تحول ذلك إلى واقع عملي عبادي يفعله أمم من الناس وأقوام وفئام من الناس، وأحبارهم يقولون لهم أن هذا هو دين الله، وإن من أعظم ما أدخلوه من الخلل أنهم أدخلوا الشرك، وهي عبادة البشر، وأن ذلك هو برضا رب البشر وهو دين رب البشر. فالله عز وجل أكذبهم في هذا كله، وبين باطلهم في هذا كله، ثم أنه برأ أنبياءه أن يقوموا بمثل هذا العمل، وأخبر إخبارا يخاطب من عنده عقل بأن ذلك من أبعد المستحيلات، أن نبيا يصطفيه الله ويختاره الله ويرسله الله ويؤمن على وحي الله ويظهر الله على يديه من الآيات والبراهين والمعجزات، ثم بعد ذلك يخون ذلك كله ليقول للناس اعبدوني من دون الله، فيبرئ الله عز وجل. إذن الأول أنه أكذب أصحاب هذه الدعوة، لأن مما ينخدع به الناس عندما يروج هذا الباطل على أنه دين، فالله عز وجل قال: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إذن هذا فيما أحدثوه هم. ثم يخبر عن أنبيائه الذين قد ماتوا وفارقوا الدنيا، موسى عليه السلام، ويخبر عن عيسى الذي رفعه الله عز وجل إليه، ويبرئهم من ذلك الأمر ومن تلك التهمة التي هي مقتضى ما قالوا، لأنهم إذا قالوا أن هؤلاء هم أنبياؤنا وأن ما
نقوله وما نقرأه في الكتب هو مما نزل عليهم، وأن ما نقوم به من العمل فهو من فعلهم ومما أمرونا به، إذن هم جعلوا ذلك كله دين، وجعلوا ذلك كله من بلاغ الأنبياء. فالله عز وجل أول شيء أكذبهم في هذا الأمر، وبين أن هذا من اختراعهم، وأن هذا لا يرضاه الله عز وجل، وأنه مفترى على كتبه، ثم يبرئ الآن رسله. فماذا يقول جل جلاله؟ يقول سبحانه وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ما كان لبشر، ما كان، ما ينبغي على الاستبعاد، ما ينبغي، ما كان لبشر. والبشر هم، يعني هذه الكلمة جمع بني آدم، لا واحدة لهذه الكلمة، فهي تعني جمع من جنس بني آدم يطلق عليهم البشر، وقد يطلق على الشخص الواحد أيضا بشر، واضح؟ فإذن هي البشر جمع بني آدم لا واحد له من لفظه، وقد يكون اسما لواحد من البشر، لواحد من البشر. فالله عز وجل يقول: ما كان لبشر أي واحد أن يؤتيه الله، أن يؤتيه الله الكتاب، أي أن يعطيه الله عز وجل الكتاب. طيب هنا ما كان لبشر، من المقصود بالبشر هنا؟ هل المقصود نبي معين محدد؟ أولا طبعا إن قلنا، وهذا لا خلاف بين العلماء، إن قلنا المقصود واحد أو عموم الأنبياء، فإن هذا الحكم ينطلق على الجميع وينطبق على الجميع. ما كان لبشر، ولكن لما كان المخاطبين هنا محددين، فلذلك من العلماء، وهذا قول كثير من المفسرين، أن المقصود ما كان لبشر المقصود به عيسى عليه السلام، حيث أن الآيات في وفد نصارى نجران، في وفد نصارى نجران، فقوله ما كان لبشر، فمن إذن المفسرين من قال أن المقصود عيسى بن مريم، وهذا قول مقاتل الإمام التابعي، ومنهم من قال المقصود محمد عليه الصلاة والسلام. والعبرة كما قلت أن الله سبحانه وتعالى يخبر أنه ما كان ينبغي استبعادا أن يكون ذلك من أي نبي من الأنبياء، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب، يؤتيه الله، أن يعطيه الله، فالكتاب من عند الله ليس من عند النبي، ليس من قول النبي، وإنما يؤتى ذلك من الله جل جلاله، وأمين الوحي هو جبريل عليه السلام ناقل ذلك للأنبياء. وهذا رد على الباطنية الذين يقولون أن هذه الكتب إنما هي، أن الوحي أمر قلبي يوحى للنبي ثم النبي يعبر عن ذلك الأمر بلفظه. فهنا يعني الله عز وجل يخبر أن ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب، أن الكتاب يؤتى من عند الله، وهذا أيضا ما قاله عيسى عليه السلام صراحة، حيث قال كما ذكر الله عز وجل
إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. آتاني الكتاب، ما كان لبشر أن يؤتيه الله، وهنا لفظ الجلالة الله، لما لهذا الاسم حقيقة من هيمنة على النفوس، هذا الاسم العظيم الأعظم، أن يؤتيه الله الكتاب والحكم. والحكم هنا قيل الفهم، وقيل الحكمة، وقيل الأحكام التي أتيها الله للنبي. الكتاب والحكمة والنبوة، أي اصطفاؤه بالنبوة. فعندما يعطيه الله هذه الأمور الثلاثة، الكتاب والحكمة والنبوة، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس، بعد أن يعطيه الله عز وجل هذه الأمور، فبدلا من أن يبلغ ذلك للناس وأن يأمرهم بعبادة من آتاه الكتاب والحكمة والنبوة، فيقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، فالله عز وجل يقول ذلك لا يكون، وما كان من نبي من الأنبياء، لا يكون وما كان، ما كان يعني من ما كان عند نزول الآية من جميع الأنبياء الذين سبقوا، سواء أنبياء بنو إسرائيل أو غيرهم، ما كان ذلك منهم، وكذلك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض العلماء يذكر أن هذه الآية نزلت في الصحابة الذي يعني على رواية أن من الصحابة من طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجدوا له فامتنع، قال ونزلت هذه الآية، لكن على الأرجح أن هذا في مخاطبة بني إسرائيل. ثم يقول للناس، فللناس هنا إن قلنا المخاطب بنو إسرائيل، إذن للناس المقصود بهم بنو إسرائيل. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، فهم اليهود قالوا عزير بن الله وتوجهوا له بالعبادة، والنصارى منهم من قال المسيح ابن الله ومنهم من قال هو ثالث ثلاثة وتوجهوا له بالعبادة. فالله عز وجل يقول ما كان لبشر، بمعنى كما قلنا أنه برأ الوحي من ذلك، ثم برأ الآن الأنبياء أيضا من هذه الدعوة، وأكذبهم أنه ليس هذا في الكتاب وليس هذا من قول الأنبياء. فإذن هو لتحسبوه من الكتاب، فقال الله وما هو من الكتاب، إكذاب لهم في تلك الدعوة. ثم ما كان لبشر، أيضا إكذاب لهم في أن هذا الأمر من قول أنبيائهم ومن توجيه أنبيائهم، فالله عز وجل يقول ما كان لهم أن يفعلوا ذلك. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، كونوا عبادا لي من دون الله. فالله سبحانه وتعالى يبرئ أنبياءهم من ذلك، ثم يثبت لهم ما قالوا، وأنه هو اللائق بهم، وهو الذي يقبله ويستوعبه أي صاحب عقل سليم. ما هو؟ ولكن كونوا ربانيين، ولكن يدعون الناس أن
يرتقوا بوحي الله وبالكتاب الذي جاء من عند الله والعلم الذي علمه الله للأنبياء، أنهم يقولون للناس كونوا ربانيين، أي هم غايتهم أن يربطوا بين العباد وربهم، وغايتهم أن يحسن العباد علاقتهم بخالقهم جل جلاله، فيعرفوا ما له من العظمة والجلال والكبرياء، ويعرفوا ما له سبحانه وتعالى من حق العبودية. ولكن كونوا ربانيين، فمن هو الرباني؟ وهنا ذكر العلماء حقيقة في كلامهم على أنه يعني نظروا إلى بعدين. البعد الأول أنه وصف مرتبط بذات النبي، بذات الرباني، والوصف الثاني مرتبط بعلاقته مع ربه. فلذلك يعني ولكن كونوا ربانيين. فإذا المعنى الذي ذكر إما أنه ما بين هذا الرباني وربه عز وجل، أو ما بينه وبين الناس. فمن قال بالأول فسر الرباني بالمتعبد لله عز وجل الذي يفرده بالعبادة جل جلاله، ومن فسره منطلقا من علاقته بالناس فقال الرباني هم العلماء الحلماء الذين يعلمون الناس الخير. وفي من هذا أيضا القسم من قال الرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. إذن في تفسير الرباني من جعله وصف ذاتي للإنسان بينه وبين ربه، وانطلق من هذا المعنى فقال الرباني إذن هو المتعبد لله عز وجل. وأما من جعل الرباني مرد التفسير إلى العلاقة بينه وبين بقية الناس فقال هو العالم الحليم الذي يعلم الناس الخير، أو الذي هو يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. ولكن كونوا ربانيين، ولكن كونوا ربانيين. وهنا سبحان الله اختيار هذه الكلمة هنا في مقابل ماذا؟ في مقابل أن الدعوة بأن هؤلاء الأنبياء أمروهم أن يتخذوهم أربابا من دون الله، فيقول الأنبياء يأمرون الناس أن يكونوا ربانيين، أي بمعنى متمحضين في الانتماء إلى الرب جل جلاله، وأنه حتى في النسبة مجرد النسبة ما نسبوا إلى ذواتهم الأنبياء، وإنما ربطوا الناس بربهم عز وجل. وهذا من الأمانة ومن إدراك الغاية التي بعثهم الله عز وجل لأجلها، وهي تعبيد الناس لربهم. فالله يخبر أن أنبياءه كانوا أمناء وكانوا يربون الناس على أن يربطوهم بربهم. ولذلك حتى في هذا الوصف لهم أنهم يرتقون، وأيضا فيه دلالة على أن طريق الأنبياء يرفع الناس ويعلي من مكانتهم ومنزلتهم عند الله جل جلاله. ولكن كونوا ربانيين، هذه النسبة
هي أغلى من كل نسبة أرضية ينتسب إليها الإنسان. فعلم النبوة يدخل الإنسان في هذا الارتقاء، ويسلك بالإنسان هذا الترقي، وأن ينال هذا الشرف. ولكن كونوا ربانيين، هذا علم النبوة وهذا علم الوحي. وهل ما فارقه من الطرق وينسب وما ينسب للعلم، هل يعطي الإنسان مثل هذه النسبة؟ وهذا نجده سبحان الله هنا، ونجد مثلا الحاج والمعتمر وفد الله. فلذلك إذن دين الله عز وجل يرفع من شأن الإنسان. فالتكريم ابتداء بالتهيئة بتلك الخلقة العظيمة التي خلقه الله عليها، ثم عندما يكملها بالهدى والشرعة التي جاء بها النبي، فإنه يرتقي هذا الارتقاء. ولكن كونوا ربانيين، ربانيين. فإذا النسبة نسبة تشريف وتعظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى كما قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فنجد هذا معلم من معالم العزة، وهو هذا اللقب وهذه النسبة. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم، وهو أنه ليست هناك ألقاب جوفاء، وليس هناك ثناء أجوف، وإنما هناك ثناء مبني على حقائق، على عطاء، على علم، على شيء ذا قيمة. ليست ألقاب دون أن يكون في داخلها حقائق وعمل. ولكن كونوا ربانيين. بماذا تصلون إلى هذه الرتبة؟ بما كنتم تعلمون الكتاب. أليس الكتاب هو الذي آتاه الله جل جلاله؟ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب. إذن من يعلم الكتاب الذي جاء من عند الله هو الذي يستحق أن يكون ربانياً، لأنه يعلم كتاب الله فيستحق هذا اللقب، لأنه يعلم كتاب الله جل جلاله لا غيره. بما كنتم تعلمون الكتاب، والألف واللام هنا للجنس، تفيد المقصود به كتاب الله، الكتاب. وهنا الكتاب إن قلنا المقصود فيه ما كان لبشر عيسى فيكون الكتاب الإنجيل. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وبما كنتم تدرسون، تدرسون كلمة درس، ذلك يوصف البيت لأنه يعني درست عليه الرياح، بمعنى يعني تعطي إفادة التكرار، تعطي إفادة التكرار. فقوله وبما كنتم تدرسون، أي قال العلماء بما كنتم تقرؤون الكتاب بصورة مستمرة، وأيضا قراءة لطلب الفهم، فيها المدارسة، البحث عن المراد. فإذا هم، ثم جاء بصيغة الفعل الذي يبين أن ذلك صورة مستمرة لهم، تعليم ومدارسة، تعليم ومدارسة. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. طبعا هنا أليس الإنسان محتاج أن يتعلم أولا قبل أن يعلم؟ الجواب نعم. طيب فلماذا هنا قدم تعليمهم قبل مدارستهم؟
والجواب عن ذلك أنهم لما كانوا يعلمون وأن فعلهم ذلك مستمر سيستحدث الناس من الأمور والأعمال ما يحتاجون أن يعرفوا حكم الكتاب فيها، فيحتاج أهل العلم أن يعيدوا قراءة الكتاب وأن يتدارسوه فيما بينهم لمعرفة ما يستجد عند الناس. فلما كان هذا عملهم، لأنهم ربانيون، وأن الرباني إذن هو من يعلم، فلذلك ولما أنه لا يبقى له هذا الوصف إلا بالتعليم الدائم ومقتضى التعليم الدائم ما يستجد عند الناس من نوازل، وأن معرفة ذلك لا بد من الرجوع إلى الكتاب، إذن قضية المدارسة لما كان التعليم لا ينقطع يلزم أن المدارسة لا تنقطع. فلذلك جاء وصفهم أنهم يعلمون وأنهم يدرسون، وأخر المدارسة عن التعلم باعتبار هنا أن المدارسة مبني عليها هذا الاحتياج. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، وأيضا ندرك أن حق العلم التعليم، أن من آتاه الله علما فمطلوب منه أن يعلم متى ما احتيج إلى علمه، وأن صاحب العلم أيضا لا يقف مع ما وصل إليه بل يحتاج إلى الاستزادة في ذلك، والاستزادة بالرجوع إلى الكتاب. فالكتاب يعلم والكتاب يدرس ليفهم الإنسان ماذا يحتاج الناس في أمر حياتهم. ثم يقول الله عز وجل: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. لا النافية هنا على قول عدد من المفسرين هي لتأكيد النفي السابق، فلذلك جاء ما بعدها منصوبا، والمعنى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة ولا أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ولا أن يأمركم. وعلى قراءة الرفع ولا يأمركم على أن اللا النافية هنا أنه لنفي جديد، ولا يأمركم، ولما كان على أنه جديد لذلك قدر بعض العلماء أي ولا يأمركم الله، ومنهم من قال ولا يأمركم النبي، ولا يأمركم. إذن ما كان، والأول طبعا على قراءة النصب، إذن ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة ثم يقول للناس، وما كان لبشر أيضا آتاه الله الكتاب والحكمة والنبوة أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. إذن لا يأمركم ويقول لكم كونوا عبادا له، ولا أيضا أنكم اتخذوا الملائكة والنبيين أربابا غيره، يعني بقية الأنبياء، لا عن نفسه ولا عن بقية الأنبياء ولا الملائكة. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين، واختصاص ذكر الملائكة والنبيين لأن ذلك كان الغالب في حالهم، فكفار العرب قالوا الملائكة بنات الله، وأهل الكتاب اليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى ما ذكرنا في قولهم في عيسى عليه السلام أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة. فإذن ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي من دون الله عز وجل،
أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ أيأمركم، فهل تتخيلوا أنه بعد أن يكون بلغكم الكتاب الذي جاء من عند الله أن يكون أمره بذلك؟ إذن نقف عند هذا القدر ونكمل في درسنا القادم بمشيئة الله.